الرئيس لبعض المرشحين أخرا وقالت كلام في حق أعضاء من يصل إلى السيدة وكيلة الملك في مجلس. نحن بعد مرور سنتين سننظموا واحد المجموعه ديال الاعضاء، نظموا ندوه صحفيه اللي كان موضوعها اللي كان العنوان ديالها هو مسار مقاطعه سيد بلوط، تنبين فيه ما وقع في هذه السنتين ديال التسيير، لان التسيير يجب ان يشارك فيه الجميع. كيف يشارك؟ انه تتكون اجتماعات سواء داخل اللجان سواء داخل المجلس، وتناقش القضايا وثم الرئيسه تنفذ القرارات المجلس. بعد المراسلات اللي درنا الرئيسة حول عدم إدراج النقاط المطلوبة، عدم تلبية طلب دورة استثنائية إلى آخره، ارتأينا أننا نكتبوا للسلطات المعنية على أساس أن تدخل كل في اختصاصه، لا العمالة ولا الداخلية ولا المجلس الأعلى للحسابات ولا المجلس الجهوي ولا المفتشية العامة للداخلية، كل في اختصاصه، وحل عبر مراسلات موقعة من طرف مجموعة ديال الأعضاء، ولو تكون موقعة من طرف عضو هذا يجب أن تؤخذ بالاعتبار والبحث والتحقيق فيها. احنا منذ سنتين ونحن نكاتب السلطات، ولحد الساعة لا أحد يستجيب لطلباتنا. نذكر على المنجزات، إذا كانت شي منجزات خصنا نكون أول احنا سنعرفوها. هاد المنجزات واش الا قمنا باشغال ديال التبليط اولا ديال التجريف واحد الزنقه نقولوا احنا قمنا بواحد الانجاز، هذا عادي. احنا بالنسبه لنا ما تقوم به المقاطعه فيما يخص الاشغال في بعض الملحقات او بعض الادارات او بعض الازقه، هذا شيء عادي. نحيدوا الجليج نبدلوا الجليج، هذا عادي. احنا خصنا ما نحققه للمواطن. واش حققنا ليه ملاعب القرب؟ واش حسنا الصورة ديال الأسواق الجماعية؟ واش نظمنا الباعة المتجولين؟ واش عندنا بزاف ديال الأمور اللي هي اللي خصنا نشتغلوا عليها وأننا نحقوها المواطن، حتى يحس المواطن أننا راه كمجلس قمنا بشي جديد. احنا كل أنا من شخصيا وجميع الإخوان أنه كلما استدعينا فإننا نحضر اجتماع ونناقش، ولكن لا تعطينا فرصة لإدلاء برأينا، بحيث أنه تصور معي أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية طلبت 30 ديال الأعضاء ديالها طلبوا بعقد اجتماع لدراسة واحد النقط مهمة، منها الأسواق الجماعية، منها المالية ديال المقاطعة، لم تستجب لهذا الطلب، ولحد الآن لم تستجب له، لا تجتمع لجنة المالية.